السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمتابعينا الأعزاء. فيديو جديد عن عربية جديدة من فئة العربيات الدريفت دي، تاني عربية دريفت أجربها وأعمل عنها فيديو. جربنا مع بعض قبل كده L16303، النسخة اللي معانا حاليا اللي هي SG216 برو، واللي بتيجي بموتور بروشد. طيب العربية بتيجي بمقاس 1/16 دفع رباعي، عجلات كاوتشة، عجلات دريفت. نفتح مع بعض الكرتونة ونشوف ايه محتواها. فتحنا مع بعض الكرتونة واول حاجة هتلاقيها عندك يا سيدي هي العربية. العربية بتيجي بتصميم محترم ابن ناس، والبوز بتاعها ده من قدام عليها وش كده وشوية لدات، بصراحة حاجة ما شاء الله عليها تحفة. طيب معانا ايه كمان، نركن البتاع دي على جنب. معانا كيس، جوه الكيس ده عندك 4 عجلات دريفت. طيب تعليمات تعرف منه تفاصيل العربية. معاك هنا كمان وصلة شاحن USB تشحن بيها البطارية من اي منفذ USB. معاك مسامير احتياطية، معاك شوية اكسسوارات صغيرة وبسيطة كده. معانا كمان مفك، ومعانا ميني صليبة، نقدر نقول ميني صليبة، مفتاح صغير عشان تفك بيه الصامولة بتاعت العجلات عشان تبدلها. ومعانا كمان فرشة للتنظيف. نفتح مع بعض الكرتونة التانية الرفيعة دي عشان نلاقي فيها الريموت كنترول، مفيهاش حاجة تانية يعني. الريموت كنترول بيجي لك بتردد 2.4 جي جي هرتز. الريموت ده يا جماعه نفس الريموت اللي جربناه قبل كده مع العربيه 16103 برو وال 16101 برو، بنفس القطعه السفنج الطريه اللي هنا دي اللي بتدي لك ملمس ومسكه حلوه. وكمان عندك مفتاح بيدي لك 3 سرعات، مفتاح بيتحكم في الاضاءه، طبعا الزينات اللي بتحكم معاك في الحركه القدام والورا. من هنا تقدر تتحكم في سرعه التفاف العجلات شمال ويمين، ومن هنا تقدر تظبط العجلات نفسها، عايزها تروح يمين سنه شمال سنه، عايز تظبطها في النص. وطبعا ده زرار التشغيل والايقاف. الريموت بيشتغل بحجاره دبل اي عاديه. هنا مركب 3 من الانرجايزر، تبص عليها بصه كده من تحت ونفك الجزء العلوي علشان نبص مع بعض على المكونات الداخلية. عندك هنا يا سيدي بطارية بسعة 1300 ملي أمبير، 7.4 فولت. البطارية بتدي لك وقت تشغيل متواصل يوصل معاك لنص ساعة على حسب استخدامك برة ولا جوة. زي ما احنا شايفين مع بعض المكونات بتاعة العربية ما شاء الله، حاجة طبعا مختلفة تماما عن الشغل بتاع الأطفال. عندنا الجزء ده جزء معدني ماسك الشاسيه بتاع العربية، نقدر نقول بيديله شيء أو نوع من الصلابة. عندك هنا كابلات كتير رايحة للمقدمة بتاعة العربية عشان تديلك الإضاءة، وعندك كمان إضاءة خلفية. نوصل مع بعض البطارية ونشغل ونقول بسم الله، نمسك دول كده ونركبهم بالشكل ده، بعدين نرجع الجزء ده مكانه. قفلنا مع بعض العربية، وعشان نشغلها مش شرط تماما انك تشيل الدبابيس اللي فوق دي، لا احنا ممكن بس ندخل صبعنا من الناحية دي كده، هتلاقي الزرار بتاع التشغيل ندوس عليه العربية بتشتغل. زي ما احنا شايفين مع بعض العربية ما شاء الله فيها اضاءة من قدام شكلها حلو جدا جدا. طبعا في كذا نمط الاضاءة تقدر تتحكم فيه من الريموت كنترول. خلونا بس نشغل الريموت من هنا وبس. اول ما تشغل الريموت كنترول بيحصل اتصال مباشر ما بين العربية وما بين الريموت. نظبط مع بعض بس كده الزرار ده، وبعد كده نبدأ نعمل تجربة سريعة كده واحنا ماسكينها في ايدينا. تحكم جميع الاتجاهات. وطبعا مش عايزين ننسى نتكلم عن الموتور الامامي اللي هنا، محرك سيرفو بيتحكم معاك في الحركة شمال ويمين بالدرجة اللي انت عايزها، غير المحركات وغير العربيات بتاعة الاطفال بتكون اليمين يمين والشمال شمال. لكن هنا بتقدر تاخد الزاوية اللي انت عايزها يمين والزاوية اللي انت عايزها شمال بالصورة اللي تحبها. طبعا ده المنطقي والطبيعي في العربيات الدريفت. نبص مع بعض على انماط الاضاءة. عندك النمط ده
لو بدلنا مع بعض تلاقي الألوان والأنوار والطريقة بتاعت الإضاءة نفسها بتتغير. تقدر طبعا تطفيها خالص زي ما احنا شايفين، ولما تيجي تحرك شمال ويمين برضو بتنور معاك بشكل إجباري، وعندك إضاءة خلفية. الإضاءة الخلفية زي ما ظهر معانا كده ما شاء الله شكلها ممتاز. العربية تجربتها على أرض الواقع بصراحة كانت ممتازة وما تتخيرش عن ال 16303 اللي كانت معانا قبل كده، نقدر نقول دي أقوى منها بشكل ملحوظ. تقدروا حضراتكم ترجعوا للفيديو بتاعها من الآي اللي هتظهر فوق على الشمال. العربية الدريفت LSG 216 برو متوفرة من خلالنا للبيع. للحجز والاستفسارات كلمونا واتساب على 011-17-16-25-29، وما تنسوش تتابعونا علشان تعرفوا كل جديد. ويلا بينا دلوقتي نروح على فيديو التجربة. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان توصلكم إشعارات بكل فيديوهاتنا الجاية. ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.